الكلمه اللي هقولها ان منى هي قصر بتاع النهارده، هي تاخد مركز اول. عبد العظيم كمان بيعلق هايل. ودلوقتي ممكن تشارك معانا وتكون احد منظمين مسابقة الكسر جود تالنت، وده عن طريق انك تبعت لنا سيلفي فيديو بمحتوى فكرة مختلفة نفسك تكون موجودة في المسابقة او في برنامج الحفل، واحسن 3 افكار هيتم عرض فيديوهاتهم والعمل على تنفيذ محتواها. ابعت لينك الفيديو بتاعك انبوكس على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وشارك معانا في اكبر حدث فني على مستوى كليات الطب في مصر.